أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل بي الوحدة الثالثة، الغلاف الأرضي جيوسفير. ونواصل في هذا المقطع أيضا توضيح لمحتويات هذه الوحدة. الانجراف وكما يعرف بالويذرينج يمكن أن يساعد الإنسان على الانجراف عن طريق واحد، إزالة الغطاء النباتي، وذلك عن طريق القطع أو قطع الغطاء النباتي بواسطة الإنسان. نمرة اثنين، العمليات الزراعية غير الواعية. وتتلخص العمليات الزراعية الغير واعية مثلا حراسة الأرض، الحرس، يحرس الإنسان الأرض في وقت غير مناسب، في أوقات غير مناسبة، في أوقات الجفاف، مما يؤدي إلى تفكك حبيبات التربة السطحية ويؤدي إلى انجراف الحبيبات عن طريق الرياح. نمرة اثنين، في حالة الري، أيضا الري الغير واعي، الري غير واعي، وذلك بشق أحاديد عميقة على سطح التربة مما يساعد جرف المزيد من جزيئات التربة المفيدة. النمرة ثلاثة، الرعي الجائر. والرعي الجائر يقلل الغطاء النباتي. الرعي الجائر إيش يعمل؟ يقلل الغطاء النباتي. وتقليل الغطاء النباتي يؤدي إلى انجراف سطح التربة وذلك عن طريق الرياح. ينقسم الانجراف إلى قسمين، انجراف الريح ونعرفه يحدث في المناطق الجافة التي تدهور فيها الغطاء النباتي كما ذكرنا من قبل، مثل الرعي الجائر عندما يقلل الغطاء النباتي. وعندما تكون سرعة الرياح من 15 إلى 20 متر في الثانية أو ما يعادل 54 إلى 72 كيلو متر في الساعة وينتج عنه الغبار. الانجراف المائي هو الجزء الثاني بالنسبة للانجراف، يحدث نتيجة لجريان الماء وسقوط الأمطار. وهنالك نوعين من الانجراف المائي، هو السائل ما نسميه بالسائل أو السطحي، ويحدث نتيجة لجريان الماء على شكل جداول وأخاديد، وتتوسع هذه الأخاديد وتتعمق وتؤدي إلى انجراف التربة. وهنالك أيضا نزول الأمطار على تربة منحدرة وخالية من الغطاء النباتي، وهذا أيضا يؤدي إلى انجراف التربة.